شايف يعني نسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قالي فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمه عشان الموضوع يبقى حراق. فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه، حتى لو ما كانش عمل اي حاجه. يا عفو.